السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب يا صبايا. راح نستكمل اليوم مادة علوم الحاسوب لطلاب التوجيهي. الحصة الماضية خلصنا الفصل الأول من المادة، الفصل الأول من الوحدة الأخيرة. اليوم راح نبدأ بالفصل الثاني من الوحدة الأخيرة. يعني اليوم راح نبدأ بالفصل الثاني، الوحدة الأخيرة ثلاث فصول. الفصل الأول أخذنا كان عم بحكي عن البوابات المنطقية الأساسية. الفصل الثاني الآن رح نبدأ بالفصل الثاني اللي هو بتكلم عن البوابات المنطقية المشتقة. إذا كنت فاهم أنت الفصل الأول، إذا كنت فاهم الفصل الأول تمام، مش رح تتغلب معانا هنا الفصل الثاني. الفصل الثاني طيب، بدي أنصحك الآن نصيحة أنا وأحكي لك. إذا أنت مش فاتح، إذا أنت مش فاتح ومش مراجع الفصل الأول، الفصل الأول اللي هي البوابات المنطقية الأساسية، الفصل الأول من الوحدة الأخيرة، وكنت مش مراجعها تمام، وقف الفيديو، ارجع راجع المادة، بعدين ابدأ بالفصل الثاني، ابدأ الفصل الثاني، غير هيك راح تتغلب. إذا ما كنت مراجعها أول بأول الآن في اللحظة هاي مش مراجع المادة راح تتغلب. وقف الفيديو، رجعها نص ساعة ساعة على السريع عشان تمشي معي بسرعة، تمشي معي وتفهم بسرعة، ما تتغلب إطلاقا. طيب كم فصل الوحدة الأخيرة فيها؟ فيها ثلاث فصول. خلصنا الفصل الأول كان يحكي عن البوابات المنطقية الأساسية، بوابات المنطقية الأساسية، والآن راح نتكلم عن البوابات المنطقية المشتقة. البوابات المنطقية المشتقة زي ما انتم شايفين الفصل الثاني، البوابات المنطقية المشتقة، وزي ما حكينا لكم في المقدمة، زي ما حكينا لكم احنا في المقدمة، في عندي بوابتين، الناند والنور، الناند والنور، بوابتين الناند والنور تمام. زي ما حنشوفهم الفصل هذا الثاني بتكلمنا عن بوابتين بس، عن بوابة ناند وعن بوابة نور، راح نتعرف عليهم واحدة واحدة. سهلات إذا كنت مراجع الفصل الأول، إذا كنت مراجع الفصل الأول بوابات منطقية الأساسية، هون راح يكون عندك الأمور سهلة جدا، سهلة مش راح تتغلب. يعني اللي بيكون فاهم الفصل الأول فاهمه تمام، بصير ايش الامور سهل. الفصل الثاني والفصل الثالث سهلات كثير اذا كنت فاهم. عشان هيك برجع عيد، اذا ما كنت مراجع وقف الفيديو، راجع بعدين ارجع احضر الفيديو. طيب بوابات منطقية مشتقة، في عندي بوابتين، بوابة الناند وبوابة النور. رح نبدأ بأول واحدة، البوابة ناند، البوابة ناند. طيب أول شيء كالعادة شو ماش متعودين؟ متعودين نرسم رسمة كل بوابة، الرمز تاعها. رح الآن نبدأ برسم البوابة هاي، رسم البوابة هاي، طلع هاي رسمة البوابة، ركز معاي جدا، ركز معاي، طلع هاي البوابة كيف ترسم. هاي عندي بوابة أند، هاي بوابة أند، هاي بوابة أند، إيش هاي البوابة اسمها؟ بوابة أند، بوابة أند. طيب وهاي شو اسمها؟ هاي البوابة الثانية، هاي شو اسمها؟ بوابة نط. أحسنت، هاي بوابة أند، أند زي ما أخذناها، وهاي بوابة نط. طلع علي، إذا شبكت مخرج بوابة أند، هاي بوابة أند، هاي المخرج تاعها. إذا شبكت مخرج بوابة أند مع مدخل بوابة نط، هاي مدخل بوابة نط. إذا شبكت هاي مع هاي، هذول الثنتين مع بعض تشبك، هاي شبكتها، هذول الثنتين مع بعض صار اسمها ناند، صار اسمها بوابة ناند. إذا بوابة ناند سهل، سهلة جدا سهل. شو بوابة ناند؟ برسم هي عندي رسمة بوابة أند، مخرجها مخرج أند مع مدخل نط، مع مدخل نط كلها مع بعضها صار اسمها بوابة ناند، مع بعضها صار اسمها بوابة ناند. طب شو بتعمل بوابة أند؟ تضرب، هون مدخل أول مدخل ثاني، تضرب وبعدين تعكس، يعني تشبه بوابة أند، بوابة ناند تشبه بوابة أند. تضرب هاي، بتضرب هون ضرب، تقوم عملية الضرب بعدين تعكس الناتج، تعكس الناتج. طيب شو المداخل عندي راح يكون؟ طلع شو المداخل اللي عندي، زي ما تعودنا هاي اكس وهاي واي تمام، مدخل اكس واي، وهون المخرج راح يكون اسمه زد بدل ايه، كنا نحط احنا عندنا هناك ايه، هون صار اسمه المخرج زد، صار عندي المخرج اسمه زد بدل ايه. اذا عندي عيدها من جديد، برسمت بوابة اند، مخرجها مع مدخل نط صار اسمها كلها مع بعضها بوابة ناند، ناند. طيب شو يعني ناند؟ ناند يعني نط اند. طيب شو هي الرسمة؟ تمثيل بوابة ناند باستخدام بوابات المنطقية الأساسية.
لا انت عين حاسوب حقولك، ما ضلنا بدنا نضل نرسم رسمتين رسمتين، خلينا نختصرها. شو عملوا؟ شو عملوا؟ طلع شو عملوا؟ اختصروا الرسمة هاي، اختصروها. راح حط اي اند، عندك اند مدخل مدخل، شايفين هذا النط؟ النط هاي ادفعها لجوا، ادفعها لجوا، تختفي، بضل عندك النقطة، بس النقطة هاي الدائرة المغلقة، هاي بوابة ناند، هاي بوابة ناند، وهي اكس وهي اكس وهي واي وهي زد وهي زد. اذا هاي بوابة ناند مع ثنتين مع بعض، اختصروا هاي الاصل تاعها، الاصل اختصروها اختصروها تمام، تشبه بوابة اند ولكن عليها دائرة مغلقة. اذا طلعوا تشبه بوابة اند ولكن عليها دائرة مغلقة. طب شو الفرق بين هاي الرسمة وفرق بين هاي الرسمة؟ يعني نطلب من الوزارة شو ارسم له، هاي ولا هاي؟ اذا حكى لك ارسم لي رمز البوابة المنطقية ناند بس، وقف ناند، ترسم له هاي الرسمة. اذا حكى لك ارسم لي رمز البوابة ناند باستخدام البوابات المنطقية الاساسية نط، ترسم له هاي الرسمة تمام. بس المعتاد عليها هي هاي الرسمة، تشبه اند، تشبه اند ولكن عليها دائرة مغلقة. لما تشوف دائرة مغلقة بس بطل اسمها اند، بصير اسمها ناند 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 تمام. والمداخل نفس الشيء، عليها مدخلين مدخلين وعليها مخرج واحد، اكس واي مع زد، اكس واي مع زد. طيب خلينا نقرا ملاحظات ناند. شو هي ناند؟ هي اختصار ل نوت اند. ها نوت اند، اخذنا حرف الان من نوت صار اسمها ناند، حرف الان اخذنا حرف الان هون مع اند صار اسمها ناند. طيب شو يعني نوت اند؟ يعني نفي اند، انفي اند، ناند اخذنا اند اللي اخذناها، اند اللي اخذناها انفيها بصير اسمها ناند. طيب كيف تتشكل بوابة ناند؟ كيف تتشكل؟ يعني كيف صارت؟ طلع بتوصيل مخرج، بتوصيل مخرج اند، توصيل مخرج بوابة اند، هاي مخرجها، هاي مخرجها، بمدخل بوابة نط، هاي مدخل نط، وصلناها مع بعض كلها مع بعضها صار اسمها ناند، كلها مع بعضها صار اسمها ناند. طيب شو اسمها هاي باللغة العربية؟ اسمها نفي و المنطقية، اسمها نفي و المنطقية. طب اند شو اسمها؟ اسمها و المنطقية لحالها، أما ناند نفي و المنطقية. طيب لأن نستخرج العبارة المنطقية للبوابة ناند زي ما احنا متعودين، كيف بستخرج العبارة المنطقية؟ بروح على المخرجات، شو المخرجات عندي؟ زد، هاي زد تساوي، شو بحط في النص؟ بحط في النص ناند، بحط في النص ناند زي العبارة المنطقية، هاي ناند، هاي في النص ناند ناند ناند. شو المدخل الأول؟ اكس، هاي اكس. وشو المدخل الثاني؟ واي، هاي واي، هاي صارت يعني العبارة المنطقية نفس الاشي، نفس الاشي، بس بتطلع شو نوع العبارة؟ ناند، حطيت ناند، مدخل اول ومدخل ثاني، صارت كل عبارة زد تساوي اكس ناند واي، اكس ناند واي. طب شو بتعمل هاي؟ هاي شو بتعمل ناند؟ هاي بتضرب بعدين بتعكس. اشو بضرب؟ بضرب، هاي بضرب هون بعدين بعكسها، بضرب بعدين بعكس، بضرب بعدين بعكس. طيب ان شاء الله تكون وصلت. الان خلينا نروح على البوابه نور، نروح على البوابه نور تمام. نفس الشيء بدي ارسم اول شيء البوابه نور. فكركم كيف رسمه البوابه نور؟ اور، اول شيء بجيب اور، هاي اور، هاي اور، اور لها مدخلين ومخرج، وهي بوابه نط كمان نفس الشيء، هاي بوابه نط. إذا عندي بوابتين أور أخذناها قبل، هاي بوابة منطقية أساسية، ونط بوابة منطقية أساسية. لما أشبك مخرج أور، أور هيها أور مع نط، مخرج أور مع مدخل نط، ها مدخل نط، لما أشبكهم مع بعض صار كلها اسمها نور. يعني بجمع وبعدين بعكس، بجمع أول شيء وبعدين برجع بعكس، كلها مع بعضها صار اسمها نور. طب شو المدخلات؟ مدخل إلها اكس واي، وهنا زد بدل ايه، صار عندي زد بدل ايه، صار عندي زد بدل ايه تمام، اكس واي وصار عندي زد بدل ايه. شو اسمها هاي؟ تمثيل البوابة نور باستخدام البوابات المنطقية الأساسية نط. طيب الآن تعي الحاسوب حكوك بدل ما ظلنا نرسم رسمتين رسمتين، خلينا نختصرها، اختصرها برسم واحدة. طيب كيف اختصروها؟ اختصروها برسمي هاي، برسم اور، هاي اور، ايوه تمام، بحط على راسها دائره مغلقه، دائره مغلقه، بحط على راسها دائره مغلقه، بحط على راسها دائره مغلقه.
هاي اسمها بوابة نور، تشبه أور. بس شو الفرق بين نور وأور؟ عيب، شو الفرق بين نور وأور؟ نور عليها دائرة مغلقة على رأسها، أور بدون دائرة. طيب شو المداخل؟ مدخل X بواي بZ، إكس واي بزد بزد. هاي ها شو اسمها؟ هاي رمز البوابة المنطقية مشتقة نور. طبعا ما بنسى هاي مشتقة وهاي كمان مشتقة، بوابات مشتقة هاي ناند ونور. طيب خلينا نشوف ملاحظات نور. ايش اختصار؟ اختصار لي نوت اور. ها نوت، خذ حرف الان مع اور صار اسمها مع بعض نور، اول حرف مع حرفين نور. طيب كيف تتشكل؟ كيف تتشكل بوابة نور؟ طلع بتوصيلها، بالفهم، بتوصيل مدخل اور، بتوصيل اسف مخرج اور، هي مخرج اور مع مدخل نط، مخرج اور مع مدخل نط، وصلها مع بعض صار كلها اسمها نور. طب اختصروها تعين حاسوب، برسم رسمة اور بحط على راسها دائرة مغلقة، سهلة سهلة. يعني شو الفرق بين نور اور؟ نور على راسها دائرة مغلقة، اور ما في. شو الفرق بين ناند واند؟ ناند دي بس عراسها دائرة مغلقة، دائرة مغلقة، والاند ما في عراسها دائرة مغلقة. طيب شو تسمى الان؟ تسمى هاي البوابة تسمى بنفي او المنطقية، باللغة العربية اسمها نفي، نفي او المنطقية. طب بوابة اور شو اسمها؟ البوابة اور، اور اسمها او المنطقية، اور اسمها او المنطقية. طب البوابة نور، نور يعني نط اور، نط اور شو اسمها؟ نفي او المنطقية. طيب العبارة المنطقية للبوابة نور، فكر فيها لحالك، كيف استخرج العبارة المنطقية؟ سهلة نفس التفكير، كيف استخرج اي عبارة منطقية؟ بروح على المخرجات، شو المخرجات عندي؟ زد، هاي زد تساوي شو اسم البوابة هاي؟ اور ولا نور؟ نور، ممتازين. ليش اسمها نور؟ ليش اسمها نور؟ لانه راسها دائرة مغلقة، على راسها دائرة مغلقة، هاي نور في النص، وهي هون عندي مدخل اول مدخل ثاني. شو المدخل الاول؟ اكس، وشو المدخل الثاني؟ واي. خلاص انتهت هيك العبارة المنطقية، انتهت العبارة المنطقية. زد تساوي، زد تساوي اكس نور واي، اكس نور واي، اكس نور واي. تمام، ان شاء الله تكون وصلت. هسه ناخذ عليها الان، ناخذ بلش ناخذ عليها اسئلة عشان نفهمها اكثر، نفهمها اكثر. الان الطلاب بكره يرجع يستفسروا، يا استاذ ايش نرسم؟ رسمة ناند، ارسم هاي بس اطلب مني رسمة ناند، ارسم هاي ولا هاي؟ برسم انا هاي، هاي الاساسيه هاي. بس حكى لي باستخدام، كمل هيك، قال لي ارسم باستخدام البوابات المنطقيه الاساسيه نط، كمل هاي الجمله، بفصل له اياها تفصيل تفصيل. بس بشكل عام هاي رسمتها، وهي نفس الشيء بشكل. اذا قال لي باستخدام بوابات منطقيه نور، باستخدامها برسم اور وبعدين اعطيها نط. لو بشكل عام برسم هاي اور بحط على راسها دائره مغلقه، دائره مغلقه. طب ارجع عيد، شو الفرق بين ناند، ناند واند؟ and and اللي اخذناها قبل الاساسيه بتضرب بس. طب ناند شو بتعمل؟ بتضرب بعدين بتعكس. طيب هروح على اور، شو الفرق بين اور ونور؟ اور تذكروا معي، اور شو بتعمل؟ بتجمع ولا بتضرب؟ اور بتجمع. طب نور نفس الشيء، بتجمع بس بتعكس بعدين بتعكس. هلا راح نشوف بالاسئله. الان نوقف الفيديو تمام للحظات، لخص هاي، لخص هاي. الان اذا كنت مش فاهم 100% مع الاسئله الان راح تفهمها، مع الاسئله راح تفهمها 100%. لخصها، وقف فيديو ثواني، لخص كل هاي عشان نقدر ناخذ اسئله ونفهم اللي بعده. تمام، خلينا ناخذ اسئله عشان نقدر نستوعب الفكره، ناخذ اسئله نقدر نستوعب الفكره. هلا مع الاسئله ان شاء الله راح تكون واضحه معك، مع الاسئله راح تكون الامور واضحه. طيب خلينا نقرا السؤال. اكتب العبارة المنطقية للبوابات المنطقية الآتية. بده العبارات المنطقية، اكتب العبارات المنطقية. في عندي فرع ألف باء جيم دال. طيب فرع ألف كيف أطلع؟ بطلع عليها أول شيء، هاي رسمة إيش؟ خلينا أراجع معكم. هاي رسمة إيش؟ رسمة ناند. كيف عرفت؟ دي دائرة مغلقة. طب هاي رسمة إيش؟ هاي رسمة نور، نور بوابة منطقية مشتقة نور. كيف عرفت؟ عليها دائرة مغلقة. طب هاي رسمة إيش؟ هاي رسمة أند أخذناها قبل، وهي رسمة إيش؟ هاي رسمة أور. شوف الفرق بين ناند واند، هاي ناند هاي اند، هاي ناند هاي اند. كيف عرفت؟ فيش على راسها دائرة مغلقة اند.
عراصة دائرة مغلقة ناند. طب شوف بين هاي وهاي، هاي اور. فيش عراصة دائرة مغلقة. طب هاي نور، في عراصة دائرة مغلقة. طيب نبلش العبارات، نبلش في العبارات المنطقية واحد واحدة، تمام؟ طيب أول عبارة، كيف أجيب العبارة؟ بروح على المخرجات. شو المخرجات؟ زي ما أنت شايف سي، هاي سي تساوي A ناند B، هاي A ناند B. طيب أروح في العبارة، في العبارة يا شو المخرجات؟ B هاي B تساوي، شو تساوي؟ في العبارة شو تساوي؟ X هاي ايش حكي عنها؟ نور، نور واي، يعني نفس التفكير، نفس التفكير ما اختلف شيء، بس هاي صار اسمها ناند، هاي صار اسمها نور، نفس التفكير، صارت امور سهله معك. طيب فرع جيم هاي قديمه، فرع جيم هاي سي تساوي، هاي فرع جيم سي تساوي اي، شو اسمها هاي البوابه؟ اند، ممتازين، هاي اند بي، هاي اند بي. طيب فرع دال بي تساوي، شو اسمها هاي؟ اور، هاي اكس اور واي، اكس اور واي. هاي كتبت العبارة منطقية للف اربعة فروع. طيب لا نعكس السؤال، السؤال الثاني طلع، اعطيك اسئلة عشان تثبت معلومات، تمام؟ ارسم رمز البوابة التي تمثلها العبارات المنطقية. انا معطيك عبارات منطقية، عبارات، بدي ارسم رمز البوابة. في السؤال اللي فوق اعطيتك رسمة البوابات، بوابات، وبدي عبارة، هون عكست، اعطيتك عبارة وبدي بوابة، ارسم رمز البوابة. طيب ببلش في الالف، نور، كيف رسمة نور؟ هاي رسمة نور تشبه اور، تشبه اور، ولكن راسها دائرة مغلقة، دائرة مغلقة، وهي مخرج، وهي مدخلين، هاي مدخلين. طيب شو اسم المخرج؟ هيو، هي مخرج ايه، هي هي. طيب شو المداخل لها؟ بي واف، هي بي وهي اف. طب اروح على الثانية في العباء، رسمة ايش؟ رسمة اور، كيف رسمة اور؟ تشبه اور نور بس بدون دائرة مغلقة، هي رسمة اور، مدخلين ومخرج. طيب شو المخرج؟ نفس الشيء، هي ايه، هي المخرج بطلع من هون، هي ايه، هي ايه، تمام، هي ايه. طيب شو المداخل؟ هي بي واف، هي بي واف. طيب اروح في رجيم، ايه تساوي بي ناند، ناند، كيف رسمة الناند؟ تشبه الاند، اي ناند، ولكن على راسها دائرة مغلقة، وضح الدائرة، لازم اوضحها، مخرج ومدخلين، مدخلين. طيب شو المخرج؟ ايه، هي ايه. شو المداخل؟ بي واف، هي بي وهي اف، تمام. طيب دال رسمة اند اخذناها قبل، اصلا تكون سهلة عندك، هي اند، مدخلين ومخرج، مخرج ايه، هاي مخرج ايه، مدخل بي واف، بي واف، بي واف، يعني سهلة جدا، سهلة جدا ان شاء الله، سهلة الموضوع، سهل جدا ان شاء الله، تمام، ان شاء الله تكون واضحة عندك، ان شاء الله تكون واضحة عندك المسألة. طيب خلينا نروح الان على سؤال مهم، ما الناتج النهائي المخرجات للبوابة المنطقية الآتية؟ بدي المخرجات. طب ببدا في اول وحده، بدي المخرجات اللي هون للافروع هاي. بطلع اول شيء لازم اعرف شو هاي البوابه، شو نوعها. بطلع اول بوابه شو نوعها؟ حرف الدي بس على راسها دائره مغلقه، شو يعني؟ يعني ناند. طب شو الاند؟ الناند بتعمل، الناند شو بتعمل؟ الناند بتضرب وبعدين بتعكس، يا واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر، صفر اعكس، اعكس الصفر صار واحد، هاي واحد، هاي واحد. اذا نعيد، الناند شو بعمل؟ بضرب بعدين بعكس، الناند بضرب بعدين بعكس. طيب النور هاي رسمة ايش؟ بطلع عليها شيء، رسمة نور، نور شو بتعمل؟ تجمع بعدين بتعكس، تجمع بعدين بتعكس. طيب صفر زائد صفر، صفر اعكس صارت واحد، ليش عكست؟ لانها نور، ليش عكست هون؟ لانها ناند. طيب اروح على هاي الرسمة، شو رسمة ايش هاي؟ ايضا رسمة ناند، شو يعني ناند؟ اضرب بعدين اعكس، اضرب بعدين اعكس، واحد ضرب واحد، واحد اعكس صفر، المخرجات هون راح تكون صفر. طيب اروح على دال، رسمة ايش؟ النور، النور كيف عرفت؟ دائرة مغلقة على راسها،
منحنية ودائرة مغلقة. نور، نور شو تعمل؟ اجمع بعدين اعكس، اجمع بعدين اعكس. واحد زائد واحد واحد، اعكس صفر، في العدال صفر. طيب ها رسمة من البوابات المنطقية الأساسية، هي رسمة أند، بس بضرب أند، تضرب بس واحد ضرب صفر صفر، بدون معكس، بدون معكس، لأنها أند بدون معكس. وهاي رسمة أور، أور شو بتعمل؟ بس بتجمع بدون معكس، بدون ما أعكس، بس بتجمع. خلناها من قبل هاي، وهاي قديمات، قديمات. صفر زائد واحد واحد واحد، إن شاء الله تكون واضحة. تمام، وقف الفيديو ثواني، وقف الفيديو ثواني، لخص. تمام، هلا إذا كنت مش فاهم 100% مع التلخيص، بس تراجعها بعينيك وتكتب على جنب، رح توضح الصورة 100%، رح توضح الصورة 100%. برجع بعيد، لازم تكون راجع اللي أخذناه قبل كامل عشان تقدر تفهم شو الموضوع، عشان تقدر تفهم شو الموضوع. نوقف الفيديو ثواني، لخص هاي. تمام، وارجع الآن تكمل معي، ترجع تكمل معي الآن. طيب نروح على شيء سهل، كيف نطلع مبدا العمل البوابه ناند ومبدا العمل البوابه نور. تمام، طيب زي ما اخذنا على ناند وعلى اند، زي ما اخذنا على ناند وعلى اند. تمام، على اند اور ونت، كيف اطلع مبدا العمل عشان ما احفظ حفظ، اروح على جدول الحقيقه. البوابه المنطقيه، البوابه المنطقيه المشتقه ناند. طيب هيا اذكركم كيف رسمة ناند. هي رسمة ناند، اسف، هي رسمة ناند، خط مستقيم، خط مستقيم، حرف الدي لها مدخلين ومخرج، ومخرج اكس واي بزد. طيب هي اكس واي، خلينا نتذكر. وهون ما تنساش دائرة مغلقة، لو خليتها بدون دائرة مغلقة كان اسمها أنت، لكن مع دائرة مغلقة صار اسمها أنت. طيب خلينا نشوف جدول حقيقة كيف أحله. هاي إكس وهاي واي، وهي عندي هان زد تساوي ناند. انتبه على هاي ناند، شو يعني ناند؟ يعني أضرب بعدين أعكس. يلا أتذكر، واحد ضرب واحد، واحد ضرب واحد، واحد، أعكس، أعكس الواحد صارت صفر. ليش عكست؟ لأنه بحكي عن ناند، ناند وليست أنت. طيب هون نفس الإشي، واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر، صفر اعكس واحد. طيب صفر ضرب واحد، صفر اعكس واحد. طيب هون صفر ضرب صفر، صفر اعكس واحد. تمام، هاي البوابة ناند. ليش عملت هيك؟ لأنه آن ناند. طيب الآن نستخرج مبدأ العمل زي ما علمتكم قبل. كيف نستخرج مبدأ العمل؟ طلع تعطي مخرجا قيمته صفر، مخرج قيمته صفر متى؟ إذا كان كلا المدخلين واحد، كلا المداخل واحد. تمام، طيب وتعطي مخرجا قيمته واحد، متى تعطي مخرجا قيمته واحد؟ اذا كان كلا المدخلين، كلا المدخلين او احدهما صفر، كلا المدخلين او احدهما صفر تعطي واحد. هيك تقدر تستنتج مبدا العمل بوابه ناند، بوابه ناند باستخدام جدول الحقيقه. يعني طلب منك مبدا عمل بوابه ناند، بكتب جدول الحقيقه على جنب، ها اللي هو احتمالات 1 1 1 0 0 1 0 0، هذول حفظناهم. بضرب وبعدين بعكس، شو ما بيطلع معي بستنتج منها مبدا العمل، مبدا العمل. الان خلينا على مبدا عمل بوابه نور، مبدا عمل بوابه نور. اذكرك مبدا برسمه البوابه نور، اول شيء نتذكر رسمه البوابه نور. تمام، تشبه اور، تشبه اور، مدخلين وهي مخرج. طيب شو ناقص هاي؟ طلع لي هاي، لو خليتها هيك زي هيك، شو اسمها هاي؟ رسمه ايش؟ هاي رسمه اور. ممتازين، كيف اخليها نور؟ كيف اخليها نور؟ بحط على رأسها دائرة مغلقة عشان يصير نور. طيب النور شو بتعمل؟ النور شو بتعمل؟ تجمع بعدين بتعكس، تجمع بعدين بتعكس. خلينا نشوف، هي نور، طالب منك نور. واحد زائد واحد، واحد اعكس صفر. ليش عكست؟ لأنها نور وليست أور، نور. طيب أجمع، يلا واحد زائد صفر، واحد اعكس صارت صفر. طيب صفر زائد واحد، صفر زائد واحد، واحد اعكس صارت صفر.
الآن آخر حالة، صفر زائد صفر صفر، اعكس واحد. منها تقدر تستنتج، عندي مبدأ العمل بوابة نور. طيب تعطي مخرجا قيمته صفر، متى؟ إذا كان كلا المدخلين أو أحدهما واحد. طلع متى تعطي صفر؟ في ثلاث حالات، هي ثلاث حالات تظل. متى؟ إذا كان كلا المدخلين أو أحدهما واحد، كلا المدخلين واحد أو أحدهما واحد، تعطي مخرجا قيمته صفر. إذا كان أحد المدخلين أو كلاهما قيمته واحد، أحدهما أيوه أحدهما أو كلاهما واحد، تعطي صفر، هي صفر. طب متى تعطي واحد؟ متى هي طلع متى تعطي واحد؟ إذا وتعطي مخرجا قيمته واحد، هيو إذا كان قيمة المداخل جميعا، يعني قيمتهم هذول الثنتين جميعا، الثنتين هذول صفر، كان ثنتين صفر تعطي واحد، هذا زد الحقيقة. تمام، يعني ما بغلب، إذا كنت فاهم اللي قبله ما بغلبك. تمام، يعني زي أند، الناند زي الأند، بس شو بعمل؟ بضرب بعدين بعكس. والنور بيشبه الأور، بس بجمع بعدين بعكس، سهل. بدي بستنتج مبدأ العمل تاعها، وهاي بستنتج مبدأ العمل تاعها، سهل جدا. تمام، الآن أنت أتلخصهم عشان ناخذ أسئلة عليهم. تمام، ناخذ أسئلة عليهم وأمورك تكون إن شاء الله مرتبة، ناخذ أسئلة عليها عشان أمورك إن شاء الله تكون مرتبة، ناخذ أسئلة عليهم. نلخصها الآن، هاي الورقة عندك الآن كاملة، ورقة كاملة، توقف الفيديو ثواني، تلخص هاي، تكتب على الدفتر زي ما اتفقنا، تكتب على الدفتر وتلخص، وتحاول إنك تفهم 100%. تمام، وأي شيء تسألوني مش رح أقصر معكم إن شاء الله، أي شيء مش رح أقصر معاكم. طيب ناخذ الآن أسئلة، على أسئلة متنوعة على الموضوع كامل. طبعا إذا بتلاحظ أنا أسئلتي برجع قاعد لورا، يعني بعطي أسئلة في الجديد وبرجع لورا كمان. طيب أكمل جدول الحقيقة الآتي، طبعا هاي أسئلة قريبة على أسئلة الوزارة، يعني أسئلة وزارة تقريبا. تمام، ما تغير بعض الأرقام، ولكن نمط وزارة، شامل كل شيء، قديم وجديد بشمل كل شيء دائما بالعادة. تمام، ناخذ أسئلة متنوعة هاي، هون إذا فهمتها تقدر ترتب كل شيء. عندي جدول حقيقة، أكمل جدول حقيقة الآتي، في عندي مدخل A B و C، وهون عندي مطلوب منك هذول الأشياء، وفي عندي سؤال ثاني الآن نشوفه. طيب أبدأ، هي A و B و C. تمام، عندي فرع ألف ب ج د ه و إلى آخره، من الأفرع بدي أحلها. طيب نبدأ بفرع ألف، هاي فرع ألف، شو طالب عندك فرع ألف؟ نط بي، شو يعني نط بي؟ روح لي على بي، هي روح لي على بي واعكس، نط بي بعكس، متذكرين ولا بتنسوا؟ نط بي بعكس، وين بي؟ هي واحد، اعكسه صار صفر، هاي فرع ألف صار صفر. فرع ألف، صفر، فرع ألف صار عندي صفر، فرع ألف صفر، صفر. طيب فرع باء، نفس الشيء، روح لي على، نط بي، روح لي على بي، هاي بي، عكسها، كم بي؟ صفر، عكسها، صارت واحد، هاي واحد. طيب روح لي على فرع جيم الآن، فرع جيم، هاي جيم، نفس الشيء، نط بي، شو يعني بي؟ روح لي على بي وعكسها، نط بي بتعكس، هي كم؟ واحد، مش هاي بي ولا هاي بي، هاي بي، هي واحد، عكسها صارت صفر، كانت واحد صارت صفر. آه، هي خلصت من فرع ألف باء وجيم. طيب هون فرع دال وها واو، دال بحكي لي A نور B، هي A وهي B، هي A وهي B، شو بيناتهم؟ نور، شو يعني نور؟ اجمع بعدين عكس. طيب خلينا نجمع بعدين عكس، واحد زائد واحد واحد، عكسها صفر، واحد زائد واحد عيد، واحد زائد واحد واحد، عكس صفر لأنه طالب نور، وهي فرع دال صفر. طيب فرعها نفس الاشي، ها نفس الاشي، تمام، نور، A و B، وين عمود A؟ هي عمود A وعمود B، هاي هاي وهاي، هاي هاي، عوضن هون، يعني صارت صفر نور صفر. طيب صفر نور صفر شو يعني؟ اجمع بعدين اعكس، صفر زائد صفر صفر، اعكس واحد، إذا فرعها واحد، فرع واو نفس الإشي، نور، اجمع بعدين اعكس، نور اجمع بعدين اعكس. طيب هاي هاي وهاي، هاي A و B، صفر زائد واحد واحد، اعكس صارت صفر، هاي فرع واو خلصنا منه، طيب روح فرع ميم الآن، فرع ميم إيش؟ أور وليست نور، أور، شو بيجمع من؟ أور، بيجمع بس،
اخذناه قبل اور بجمع. تمام، بجمع ايش وايش؟ بي و سي، ليست ايه، بي و سي، انتبه كويس، بي و سي. طيب عوض هاي واحد والصفر هنا هون واجمعهم، واحد زائد صفر واحد، هاي سهله بدون عكس، بس اجمع، بس اجمع، ما عليه غير انك تجمع. طيب فرعنون نفس الشيء، اور اجمع بي و سي، هاي بي و سي، هاي بي و سي، صفر زائد صفر صفر، هاي صفر. طبعا ننساش الارقام باللغه الانجليزيه. تمام، طيب فرع ال، فرع ال نفس الشيء، اور اجمع البي و سي، هاي بي و سي، واحد زائد واحد واحد، اتفقنا عليها قبل، هاي واحد. طيب خلصنا الان، رحنا على فرع ناند، ناند فرع هذا وهذا وهذا ناند. شو يعني ناند؟ ناند اضرب بعدين اعكس، اضرب بعدين اعكس. طب ايش وايش؟ اي وبي، يعني بده هاي وهاي، هاي وهاي، نضربهن بعدين نعكسهن. يلا واحد ضرب واحد واحد، اعكس صارت صفر. طيب فرعها ناند نفس الشيء، اضرب هاي وهاي، لانه اي وبي، انتبه على العمود تاعها، اي وبي يعني هاي وهاي، هاي وهاي، اضرب ولا نعكس، وصفر ضرب صفر صفر، اعكسها فرع ح صار واحد. فرع يا نفس الشيء، اضرب بعدين اعكس، اي وبي، هاي اي وبي، صفر ضرب صفر صفر ضرب واحد صفر، اعكس صارت واحد، صارت عندي واحد. اي خلص الفرع الاول من فرع السؤال الاول. طيب هو السؤال الثاني، جد قيمة زد فيما يلي من البوابات المنطقية، بده قيمة زد. لاحظ هون في الأفرع هاي، زد مرات بتكون على المخرجات، زد مرات بتكون على المدخلات، انتبه هيك سؤال، هذا سؤال بده شوية تركيز، بدك تكون فاهم كل الخطوات. طيب يلا يعني اطلع، أول بوابة عندي بده قيمة زد، أول بوابة عندي بوابة بدي أعرف شو نوع البوابة، صار عندي خمس بوابات أنا الآن، خمسة، ثلاثة أساسيات وثنتين مشتقات، عندي أند وأور ونط، هذول الأساسيات، وعندي بوابتين من المشتقات هن ناند ونور. طيب خلينا نشوف واحدة واحدة، هاي بوابة ايش؟ ايش هاي بوابة؟ بوابة اند. شو بتعمل بوابة اند؟ تضرب، يلا اضرب، واحد ضرب واحد، اذا نزد واحد، هاي واحد. طيب اروح فرع باء، طلع شو عامل هون؟ هون معطيك زد على المدخلات. طيب كبح عليك سؤال، بطلع وش على نوع البوابة؟ نوع البوابة ايش؟ اند. انا شو بتعمل؟ تضرب. شو العدد اللي بضربه بواحد؟ بواحد، نعم بضربه بواحد بعطيني واحد، خليني اجرب، الصفر بزبط، صفر ضرب واحد بعطي صفر، لا معناته زد مش صفر. طب اجرب الواحد، واحد ضرب واحد واحد، صح اذا زد واحد، هاي فرع باء واحد. طيب فرع جيم، اطلع شوف شو نوع البوابة، شو نوع البوابة؟ ناند، احسنتوا، ليست اند، ناند لوجود دائرة مغلقة. طيب ناند شو بتعمل؟ تضرب بعدين بتعكس، خليني اجرب تجربة، جرب زد واحد، واحد ضرب واحد، واحد ضرب واحد، واحد اعكس صفر، معناته زد واحد. طب خلينا نجرب كمان قياسا الصفر، بجوز نضبط كمان الصفر، صفر ضرب واحد صفر، اعكس المفروض تعطي واحد، اذا عندي جواب واحد بس، بس جواب واحد، هي واحد. طب اجرب هنا، هاي بوابة ايش؟ بوابة النور، النور ليش؟ وجود دائرة مغلقة، بوابة النور وجود دائرة مغلقة. طيب شو بتعمل النور؟ تجمع بعدين بتعكس، يلا زد وين على المخرجات؟ صفر زائد صفر صفر، اعكس صارت واحد، فرع دال واحد، سهلة. طيب روح على فرعها واو، فرعها واو، برضو عندي بوابة نور، نور شو بتعمل؟ تجمع بعدين بتعكس، وين زد في المدخلات؟ خلينا نجرب الصفر أول شيء، صفر زائد صفر صفر، اعكس واحد، معناته زد واحد. طيب خلينا نجرب الواحد، زد صفر، لانه ليش بجرب الخيارين؟ لانه ممكن الحل يطلع خيارين، صفر زائد واحد، خلينا نجرب الان زد واحد، انا جربت واحد، خلينا نجربه الان صفر، خلينا نجربه الان صفر، صفر زائد صفر صفر، اعكسه صار واحد، عيد الاجابه من جديد، عيد الاجابه من جديد، خلينا نجرب الزد تساوي واحد، صفر زائد واحد واحد واحد، اعكسه صار صفر، اعكسه صار صفر، إذا هون الإجابة صفر، هون الإجابة هون مش واحد، تمام عيدها صفر، خلينا نجرب زد تساوي صفر، هاي زد تساوي صفر، هذول الفرعين شوي بدهم تركيز، خلينا نجرب أول شيء زد تساوي صفر، ها هاي جربت صفر، صفر زائد صفر صفر، عكسها صارت واحد، إذا زد أول قيمة لها صفر، خلينا نجرب زد تساوي واحد، زد تساوي واحد، صفر زائد واحد واحد، عكسها صارت صفر، هون مش صفر، إذا
ما في قيمة واحد، زد صفت على الصفر بس، على الصفر فقط. التركيز منيح فيها، تمام؟ التركيز منيح فيها. طيب نجرب هاي عشان نعرف شنو على البوابة، شنو على البوابة هون عندي؟ ناند، شو يعني ناند؟ يعني اضرب بعدين اعكس. اجرب تجربة فيها، اجرب زد في مرة صفر وزد مرة واحد، ممكن تزبط واحد منها، ممكن تزبط اثنتين، خليني اجرب. خليني اجرب شو زد تساوي صفر، صفر ضرب صفر صفر، اعكسها واحد، صح؟ اذا زد تساوي صفر، هي هو القيمة. اجرب هاي صح، خليني اجرب زد تساوي واحد، واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر صفر، اعكسها واحد، اذا ضبطت على الجهتين، ضبطت هاي كمان، ضبطت قيمتين، زد تساوي صفر او واحد، زد تساوي صفر او واحد، تمام؟ هاي اسئلة متنوعة عليها، طبعا شبكت انا كل اللي اخذناه قبل مع درس اليوم، عشان هيك لازم تراجع حصة بحصة عشان تقدر تفهم، عشان تقدر تفهم. المهم يا شباب يا صبايا، تمام؟ بدك تكتب على الدفتر، تلخص اول باول، مطلوبه منك التالي، تكتب كل حصة بحصتها، وكل حصة جاية، كل حصة تجيك تكون قبلها محضر حالك دارس من اول لحد ما نوصل اخر شيء، اعطي لك مستوعب وفاهم من اول لحد ما وصلنا، تمام؟ من اول لحد ما وصلنا، ما احنا ما ضل لنا كثير، تمام؟ بس هي متراكمه على بعضها البعض، متراكمه على بعضها البعض، ولو كنت دارس وفاهم منيح راح تحس انها متشابهه، يعني تحس انها سهله، كلها كاني بعيد في نفس الشيء، كاني بعيد نفس الشيء، يعني درس اليوم الناند كاني عدت الاند، كاني عدت الاند بس حطيتها الدائره مور صار اسمها ناند، والنور كاني عدت الاور حطيتها النقطه صار اسمها نور، الناند اضرب بعدين اعكس، يعني ملخص حصة اليوم، الناند اضرب بعدين اعكس، النور اجمع بعدين اعكس، هاي ملخص حصة اليوم، باقي كله متشابه، بس متشابه زي بعض متشابه، ان شاء الله الامور كلها واضحة. الان تكتب هاي، توقف فيديو شوي، تكتب هاي، تلخصها، ترتب امورك، واي استفسارات احنا جاهزين، واي استفسارات احنا جاهزين لكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله تظلوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.